Sí, es fácil.
لبسيه وانا ما حبيتش لبسه. سيفو عليا لبسته. بعد الراجل تبدل ولا تهدرته ماشي هي. ما عندها لا راس لا رجلي. ما حسيتش منها اللي ولا يشوف لهذوك الافلام المصريه طلعت له المخ ولا ملي ولا شاف السيرفيس. الراجل تبدل ولا حاشك يا سيدي الرئيس ولا كنحلو. تأدبي من فضلك عرفي واش تقولي من فمك. ديك ليله سيد الرئيس كنت انا وبنتي نشوفو في انا وبنتي وانا ولادي نشوفو في الصاله نشوفو الانباء ودخل فايح بالشراب سبني ورفد الحشار ما حشك في بيت الماء وقال لي خرجي من الدار. قلت له ما نخرج لا كاش واحد يخرج انت هو انا داري ودار ولادي. تهدد عليا وضربني. شوف يا سيد الرئيس. شوفي انا ربي رزقني بسبع بنات الله يبارك ربي يشدهم لك
عليك. الله يعيشك. وراني في نفس الحالة كيما انتوما. ماشي الخطابي اللي خاصو. بصح قولي لي يرحم والديك في من نديرو لمان؟ في من؟ في هذه الحالة هادية أقلين وين نصيبو الناس بحالنا. كل واحد ومكتوبه. إيه ربي يفرج على كل حال. هاك يا أمو هاك. سني لي هنا. لا ما نعرفش نسني. واش عليه؟ ديري شرطة هنايا وأنا من بعد نكتب مشو بين باسي. لا راك غلط. هنايا دار متشو بن حامد راجلي قاسي وليد عمو يسكن في الباب ديما في الدخلة تاع لاسيتي. صح معليش اسمحني عطلتك على شغلك. معليش بقى على خير امنا. نمشي بسلامة. الله يعيشك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل. صباح الخير. اهلا. مازال نستنى في الدوسي تاع ولد الصامت. راني نقاسي في الفرن باش يبقى فيهم شاف. نخلص برك نجيبو لك. يعني نصبر يا سي مشوبين. هذا الكلام هذا قولوا لولد الصامت. على حساب تحقيق بطا ويقدر يعرف من المحامي تاعو سباب هذه التعطيل. ما تخممش سكه فيهم شاف. دوك نجيبو لك. كن مهني. تعمل مليح. نحبك تجيبه بسرعه. ما عليه. الملح يرحم والديك. زركم كاكاش ما يحبنيش. اختركش مانيش من جهته. سمعت. مانيش وليد بلادو. رايك كره فيا. سمعت. على بالي. باش يجيب واحد من فاميلتو في بلاستيك. صارت لي الجامعة قبل منك. بصح قول لي رشيد واش درت لوني علاه يحقر هكذا. شوف كل صباح يروح ديريكت تمول اسمي في البونتاج. اخترقش انايا جامي دخلت في الكومبين تاعو وزنيقات على بالي قاع بكلش. بصح خاطينا البرص على بالك والرشوه ما ناكلش من داك الخبز هذاك. اسمح لي اعطينا السرابط. بصح شوف كما يقول لك هنا يموت قاسي. صح نقعدو كيما سمارتها. قول يا رشيد ذيرا ولا مازال في الدار رام ضاربينها بواحد شنيفه. ذيرا وهنا ثلاث ايام. بنينة تخلص ولا خلص؟ مخلص. غنية العجبة
كتبها واحد الشيخ بالمسيله. بيان سور تعجبك. عرفيني بلي فنان. كلام ما لا سمع شلارمي مشوطة وكيتي في نادري رشيد سمعني جد اسكت جد ماشي معك مع صاحبي اما لا نزيد في وطنة موران متن القدرة في الجماعة قريت ستين وتعجبت في الآخرين ما تمساح بابا يسرح أهل الكولون هم العفيون قاموا بحرب كل جنون وردوا الشعب مقرون جيت رشيد ما جد خسرت سمية اللي فاتت إكس جيت وخليت الحرب هول ورايا السنة إكس صح شف الماء والمسا في مرايا سليم واش بك تقفز وحدك خلعت لي هذا تنخضر واش راك دير في الحومه جيت نحط دوسي تاعي في كوميسيون دي بوز باش راح نقرا في الخارج المره سيريو سي دي سي دي شوف وغير الحق نبعث لك واحد لاكارت بوستال تاع نوتردام اسمع انا راح نشوف سعيد سعيد اللي يسكن في الميبل نتاعنا اللي ميغري ولي دخل تيجور واش بك نسيتو صي سعيد حقه واش راه؟ على حسابو تو فابيان، على بالك، جا باش يتزوج، باش يفرح العجوز، ومن بعد يسلها. اسمع، واش معناتها هذي اللي بعت لك كارت بوستال من نوتردام؟ وعلاش نوتردام؟ ما دير والو في بالك يا سليم، شوف، أرواح، ومن بعد نفهمك، هاي. نجي معك. بصح نروحو نجيبو صاحبي يا رشيد راهي ريبيتي في الكاس البسالة مازال ما البسالة تاعو يا اخي رشيد الزنزيني وانا مولا الزنزيني وانا مولا واللي ما يحب الزيني نوكل عليه الله كلنا ولاد تسع شهور المحبة ماهيش في السيف ولا بالزور كلنا ولاد تسع شهور شغلك ما تسيبيني في جنبك ما تحبيني شي شغلك او لا تندمي على رايك من اليوم نولي لطبيعي كي نحب نولي سهواني بعد الخدمة والدار ما نصيب القهوة والبار We'll be right back.
هذه المعيشة انكر ورا الجامل قدك سعيد غير هبط من الطيارة طرمت علي واحد لوتاج طاكل واش نقولكم واحد الزين واحد الشعار واحد العينين واحد القد تقول فدات من هذوك اللي تشوفون في السينما بريجيد باردو يمن خما لا لا سبك يا سعيد يا اخويا واحد بحالي ها بحالي يعمل حاله ليه دوسمون شير فرير دوسمون نو تومبال با نو تانكيت با شاف كاتر بيير بيان غلاسي هنا مالا قلت لكم لازم الواحد يكون قابس بزاف بزاف بوندي كبير يعرف كيف يعيش يعرف لي صورتي ويرونتري شوف شوف تفكرت واحد العفسه ان بوجور كنت نخدم في لي شونزيليزي اباري اي 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 راك تسمع يا سالم يا خويا لي شونزيليزي اباري نوبلي با لهيك كيما تقول هنا غو تيدوش فوهات هيك تسمع يروحوا لك الناس المرفهين قليل الناس اللي عندهم طرح بزاف لي زافيريست لهيك لابا القهوة بارك تسقى ملك دي فران فرانسي سا فو دير 20 دينار الجيريان دوبل اي سو ني با دوني ان نيمبورت كي والمدام مدام ما تسمى يا خوتي كيما هاك كي الدولي يغلي اي سو ني با نيمبورت كيل مدام غير الشابة الخدها غير العذرة الخدها غير البوبيل الخدها جويها 12 ويكون كان جيعان قابر واحد الريستوران قريب من الخدمة دخلت كومانديت لها واحد البوف بولغينيان تري 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 بيان صوصي وكملتها مع الخار بدي سيرا في تكوين تارت وميرتي باردون انا هكذاك واش نشوف هيا دوفوني واش كنت نشوف هيا اذا عندكم ليماجيناسيون اذا عندكم لا جوجات هاي قمار عذرة بوبية تضوي كشمة هكذاك خسرت فيها خسرت فيها عود خسرت فيها ضحكت لي حكمة يمحينك نط ليها قبالة وعرضها قبلتي مكتي دوان سيد كير غرفة الصوبة بريديك ثني راه تصارو لي سفرة ومن بعد واش صار؟ داك الشاي سي موا ابري كرات منها ولرقيتها كارتو كاتر بيير بيان فريش كامل مع هذا الغاشي ما شفتهاش هايلي اي خرجت هي ويمها وخياتها ايه
فيهم هذيك السنينة ولا هذيك الرقيقة؟ لا لا شي سميمنا. ماشي لي على اليسر، هذيك اللي في الوسط. وراكي متحقة؟ لا شك اللي راني هنا في الحمام من عوض الفاميليات كاع اللي نعرف. لا فاميلي تعرف اكثر. شحال في عمرها؟ والله ما نكذب عليك، تعرفي النساء يخبيو السن تاعهم. واحد 25 26 سنة. كبيرة. وفي مسألة صافية كلويزة أنا نضمن لك. بصح مزعوقة. هي سكتوا علينا، ماشي الفايدة في الزين الفايدة في العقل. حتى الزين ديالنا بقيمته. هيا سكتوا عليا برك ما تصدعوني في راسي. مسألة سيرة هذه وسط عائلتها كيفاش؟ العقل والتقل والشطارة والظرافة والحياة والحشمة. لو كان ربي عطاني ولد حتى واحد ما يسبقني. يا سعد اللي داها لدارو للزهور.
الدواسي رحم والدي. سمعتي زين نحلف والله ما تزيدي تشوفي وجهي في الدار. يما معك انا من الدواسي ربي يعيشك. سكتي عليا قالي امك جميله ما تنساش تجي لي كناري في البالكون ولا نخدم على روحي. فاه قدام رحم والديك وما كاين بلاصه. مازال هاد الصمت هنايا دايما لاصق في جنبها. يخي فيزدا يا اخي مزوقة مزينة وقال لنا هذه المرأة نتاعي جديدة وخزر فيها قال لها هادو النساء تاعي الاولين ودرك نحب تتفاهموا بيناتكم وما تعملوليش مشاكل. هذا هو الحق يا سيدي الرايس. كي كنا عايشين اثنين كنا متفاهمين كي الخواتات مليح ولما اصبح مع الثالثة حل عينيها بزاف حتى روحها المعلمة وحنا الخدمات تاعها قال لنا تكيف وتشرب وكي يجيو صحابه يحشم بينا ويقدمها غير هي. قلنا الا ما عجبكمش الحال مرات راه قدامكم احنا قلنا له وين نروحوا هاد الدار دارنا احنا اللي بنيناها قبل ما تجي هي ودرك الا كان حبيت انت تدير لها دار تفضل دير لها دار احنا ما عندناش وين نروحوا ودرك راك تشوف سيدي الرئيس درك راه حاب يطلقنا. اسمعوا يا بنات اليوم المكتوب بالحقنا
وانتي يا نجاه يا بنتي كبرتي الله يبارك، لازم تديري الدار وتخمي على المستقبل متاعك. جاوني ناس كيما نبغيو احنا، وعطيت كلمتي. هاي التصويره متاعو. نسمع على ميزيك مليح. شوف دادك شوف. أربعة بيرة وحدة سكر. شوف شوف الخطر شوف. والله ما يستحق. يشطع وحده. سي سي. تري بارتيكولييي. أون سترومب توجور سير ما ناسيوناليتي. Les gens me prennent pour un latino-américain. Tenez, par exemple, en Suisse, une Allemande, mais très très belle, formidable. Eh bien, elle m'a juré tous les grands dieux
qu'elle me prenait pour un citoyen de la République de County. La République du Comte. Repetition. La belle gamme, Kainesh. Ou l'Allemagne. L'Hélène. Festivist. أوليك أوليك الخضر دبر فيها مطمة راني نشوف في مطمة واحدهم يمحيلك هيا نوض نجيبو حقك هيا سليم هيا لا صح هيا نوض والله ولو رشيد لا صح خليني thank you.
علاش دخلت لك الخيوط؟ دير كيما بحالي ما دخلتش نسا. في هناك هنا انت توجور في دارو بوست فيفي حبيبتي اسمعي لي في الدار مانيش مليح اليوم قروري وتعدوا عليا والقبحة تاع الناس أطرت عليا واش درت لهم حق ربي خلقني مكرفس بصح علاش يزيدوا عليا نحس كيما هما ناكل نشرب جوع نحس كيما هما عندي قلب كيما هما انا فيفي علاش راه ما هكذا معايا راني حاس بلي ما نقدرش نرقد اليوم صح ما نكونش وحدي حتى تترقدي محولة سمحي لي فيفي الله غالب Thank you.
صباح الخير. بارح تاني ما دخلتش بكري. ديت الضو شاعل ورقدت بحوايجك. ما عرفتش كيفاش ندير معك يا وليدي. ما قدرتش. نتمنى برك مرتك تربيك وتبدل لك طبيعتك ان شاء الله. ما تنساش غدوه نديو الطبق. على بالي على بالي على بالي. صير مكسرة. واش من تبغى؟ السبع. لا لا انا ما نقدرش. ياك على بالك نسيت اللي عندي روماتيزم. اسمحي لي. طلعوا نتوما وانا نبقى هنا نستناكم. واش عليه؟ واش بك يا مراه بنتي؟ واش يقولوا الجيران؟ ما صبروا صبروا كل مشكلة لها حل. بالك وضربوا زهر تصرفوا. سمحوا لي إذا تكلمت بصراحة، عندي شرط واحد نطلبه.
بنتي تسكن وحدها. لازم الزوج والزوجة يسكنوا وحدها. شرط مقبول. راكم متقابلين في شروط؟ قابل. والشروط نتاع السكن مقبول؟ مقبول يا شيخ. من هذه الناحية ما كان حتى مشكل. تقدر تفد الفاتحة. الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الطفلة راهي بنتكم وحنا ما نطلبوا غير هنا. أنا لازم بنتي تسكن وحدها. هذا هو الشرط الوحيد اللي نطلبه منكم. لازم الزوج والزوجة يسكنوا وحدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي أخويا، جيت محل دفتر التوفير. لمن؟ ليا. ما لهاك، عمل هاد الورق ومن بعد نشوف. اسمح لي، كي نحل دفتر التوفير تعطوني السكنة؟ ما يخفلك شيء أخي بلي راهم كاين شروط. أولا يلزمك تكون متزوج، وثانيا ما يكونوش عندك أملاك. شحال تربح في شهر؟ 1000. استنى، الشيء هذا ما يهمش. قل لي شحال تقدر توفر في شهر؟ 200 دينار. 200 دينار كل شهر؟ كل شهر. صح. هذاك نشوفو. 200. تستنى 4 سنين باش تقدر تعمل الطالب ديالك، ومن بعد رانا نسجلوك في القائمة. بعد الطالب والربع سنين شحال نزيد نستنى باش تعطوني السكن؟ استنى. أقول لك الحق يا أخي، تقدر تستنى 21 سنة على الأقل. ونزيد نقول لك باللي إحنا نستبقوا في المتزوجين قبل من العزاب. الزواج هذا الصيف إن شاء الله. هما لا كل شيء مبروك يا أخي. يا ربي كيفاش يديروا هاد الناس باش ياكلوا؟ يشربوا ويسكنوا، وانا كيفاش صحلي في وسطهم؟ شرح الفرنسا هذا اللي حيرك. كان بزاف حوايج. تعرف يا سليم، قررت باش نكمل قرايتي هنايا لونيفرسيتي هنايا ولا في الخارج؟ كيف كيف ما كاش كما بلادك الخضر. صح يا بلادك، لازم نعرف بلادي بالمليح بدوني حق الخضر. ضربه هذيك تاع اوتردام فهمتها مليح مليح. بصح نقول لك كلمة، عرورتي راي باينة، راك تشوف فيها. بصح عرورتكم انتوما في دماغكم، وهذيك هي الوخطة. سمعت؟ بصح ما عليش. صباح بخير. تفضلوا تفضلوا، مرحبا بكم. الدار راهي ليكم. نوريكم الدوش.
كلش جديد، عاودت للزواق، كاين الماء بارد، الماء سخون، كما راكم تشوفوا الحاجة، راه كل حاجة راهي نظيفة. هيا نوريكم الخيامة درك. اتفضلوا اتفضلوا معايا. شوفوا الخيامة كبيرة، حاجة ما حاجة ما تخص فيها، كاين كيما في الدوش، الماء سخون والماء بارد. شوفوا راهو جديد غير ما بلاصيتو. نجيو نوريكم بيت الرقاد. هيا معايا تفضلوا. شوفوا الحوا السمش نهار كامل كاين، شوفوا شحال كبيرة ونظيفة وكلش. وعندكم الزهر، زهر كبير لخاطر ما عندكمش الدراري. أيوا نوريكم بيت الأخرى، تبعوني. تفضلوا تفضلوا، هذه هي البيت الثانية. مبروك عليكم الدار. لكن قبل ما نعطي لكم المفتاح عندي شرط يلزمني نهضر لكم عليه. هذا المسمار ما يلزم حتى واحد فيكم يمسه. ها كون مهني أعطيتك كلمتي. شوفني نزيد نعاود نأكد، بالك شو واحد فيكم يمس هذا المسمار. قلت لك كون مهني. صح، مالا هاو المفتاح وكل شيء. مبروك وبقاو على خير. في الأمان. أنا مانيش موافقة على هذا الشرط نتاع المسمار، وين حبيتني نعمل خزانتي؟ نادية عطيت له كلمتي. بصح أنا لا. غير بيتو كوزينة ندير وعدة ونعرض حبابي ونزيد حتى العديان. هذا التواقع عندهم شهر ما نحلوش، بالك السكنة فارغة. السيد هذاك اللي قتل كاع العائله تاعو، حبيت نعرف لك كان فاتون جيجمون ولا مازال. نعم على بالي باللي منوع سي اسماعيل، بصح عندهم موندي لك سيرفيس برك. ما نفوتش فوق خمس دقائق. يرحم والديك سي اسماعيل، يعطيك الصحه والله ما ننساها لك. على خير، يرحم والديك. السلام عليكم. السلام
لكش انا عندي مشكلة تاع السكن وانا رايح نتزوج وانت يا ما بقتلكش الفاميليا وراك ساكن ما كل شهر قلت انا اذا كنت تعطيني السكن تاعك نستكرت بيك ما تخصك حتى حاجة حاجة الماكلة الشراب الدخان اللي تحب راني هنا اسمع راهم جاوني ناس قبلك على هذه المسألة وما ديما راني نحي حتى واحد ما يدخل رجله داخله مفهوم؟ افهمني لحديت خلاص حتى واحد حتى واحد حتى واحد حتى واحد حتى واحد قم أيها المتهم الموت سيدي الرئيس الموت ولا ما تعطينيش اخي راني قلت لك ما ديما نراني حي حتى واحد ما يسكنها حتى واحد يا سوسيتي انترناسيونال cherche appartement, villa, studio de 2 à 20 pièces. Kifesh, kifesh? 5000 dinars par mois. Ou bien reçu de loyer. Appartement dans villa, standing de 5 pièces, cuisine, salle de bain, tout confort, garage est bien situé. Aintaya loue appartement de 2 pièces, cuisine, salle de bain. Garage, jardin est bien situé. انت سليم اذا شحال ما شفناكش واش راك لا بس الحمد لله
كل شيء بالبركة. شهر الجاي إن شاء الله إذا حب ربي. تلجم تكل على أخوك. نجي ونجيب الكروسة. بصح اليوم سالم خويا ما نجمش ندخلك. فهمتني؟ شوف عمار، في الحق جيت نشوفك باش كش ما تبر لي سكنة. على بالي عندك زوج بارتمات. شوف ديبانيني شهرين ولا ثلاثة. بيد ما ريبوندي لي من لاكناب هذا ما كان. الله يرحم الشيخ، راني لله ديبانيني يا عمار خويا. أنا فهمتك خويا سليم. لو كان في مجهودي بلا مزية. لو كان حاجة أخرى بالك. بصح هادي الله غالب. ما تحيرش. تزوج وربينو بالسكنة. أسمع سليم. كي تدخل الدار نحي هاد اللحية. أسمع يا عمار. الله يسهل. في الأمان. وصلت هذا الباطيمه رانا كملنا هذه جام سكنوا فيها وهذو راهم قريب على شي نهارات ان شاء الله انا ندمهم ونعطيك شنطي واحد اخر هاك سكن هذاك سي محمد نتاع صحاب السينما فهمت بني لهم سيدي اللي كول فهمت ليا فهمت الجنان فهمت ونلعبوا الاولاد مزحن وك الجهه هذيك راك تشوف فيها ليه فهمت راح يبنيوا لهم المخبر مزحن ونخدموا ثاني الافلام مزحن والله الا عندهم مزار سينما باش كاع واش راه صاير بيا عندك الحق ما تحقي بيستو ما تحلي بوا ما تكتبي لي دوموند يحبك ربي خلقك بدارك عطاك السكنه وتموتي فيها غير انا اللي راني باصي في هاد الساعة دبري عليا فيفي كيفاش ندير فاسد صح رشيد واش راك لاباس صافا صافا شويه دي فاكونس راني جوزو شبيك باللحيه هذه ها ما عنديش الوقت نحففها رانا نوجدو في العرس العرس ولا مشاكل اه والله هو شوف سليم خوك كاش مشكل قول لي يعني. على بالي رشيد خويا ما عنديش مشكل انا رايح عند الشيخ رابح على بالك واش بيه دلار وترات مات الله يرحمه سي رابح راجل مليح كان رجل طيب امره ولا ادى حد صح دائما كا
كان انسان نزيه ومخلص في اعماله مسكين، الله يرزقهم الصبر ويعظم لهم الاجر. امي سليمان، على قداش الجنازه؟ 12 ونص. صح، اما الاحمام حطوا نص الناول تحت. صح. سليم اي يستناو يسيبوا ناس اخرين ساكنين في مضربهم. على بالك باللي كثير من الناس الكبار هذول اللي هما ساكنين وحدهم يسنوا فيهم الموجد ديهم باش ياخذوا مضربهم، فهمت؟ واش بيك هذول الايام سليم؟ تظهر لي مقلق محير، ما راكش مليح، واش بيك؟ واش بيا؟ وتزيد تقول لي واش بيا يا رشيد؟ زوج بيوت وكوزينه ومنا على سمانا نديروا العرس. طلعت احبط جنحت وكلت طعمت كل هادشي بلا فايده يا رشيد، كيفاش ندير؟ عاوني عاوني الله يرحم الشيخ. على بالي بلي راك عايش في الضيق، بصح عمرك ولا تكلمت لي على هذا المشكل. نقدر نعاونك. اها ماكش تمسخر بيا؟ مانيش نتمسخر، نقدر نعاونك بصح بشرط ما تشرطش. راني قابل نسكن حتى في كاف. كاين شرط واحد اخر، بوبيان تاع البيش لدريسة. الطفلة هذيك تزوجت مع مولا فيستا كارو. هذه الدنيا، ماذا بيك تنحي اللحية هذه؟ رايحش تقابل المرأة تاعك هكذا؟ نحي هذه اللحية نهار تشوف السكنة نتاعك. كما كنت نقول لك يا سي سليم، كانت امبوسكاد وحنا ما كناش قويين، وغير قول لي مقابلينا لارمي فرونسيز كلها وحنا داخله صنار رصاص، لكن ما تاعنا كان قوي، قلنا نموتوا كامل حتى الرصاصه الاخرانيه، والعديان داروا قوتهم كلهم، لي ميترايز لي شار لي غرناد الدوسيس لا ترونت، حصل واش نقول لك بهذا الشيء كامل ما قدرولناش. من بعد بحثنا الياسي وتشوف دوك لي ديسيس كاش دخلوا علينا. على كل حال ربي كان معايا، سلكت. لكن صاحبي ما كانش عنده زهر، طاح في يد الحركه، عذبوه تورتيراوه داروا فيه باطل كبير. سليم سخانه اليوم؟ هاك لا سليم، كما قلت لك قبيل ما تزبطوش بزاف، ما تزبطوش بزاف. من الصباح وانا نسقي الحرق تاعي قريب خرج. هاكا خويا سليم انا ما نسمعش ونقرا غير في الشوارب. عندك واجب في التليفون؟ الو
ما تنساش تجيب البطاطا. جابوا في سوق الفلاح البطاطا الفرماج البيض قولها صحة. قالك ما ننساش راني نجي. انا لا لا غير مشتري في لبن. وين تسكن؟ انا باش نتايا كي تدخل في الليل للدار وترقد نجي ليك وما تسمعنيش. جاب لك ربي انا ما نسمعش. بالساعه عندي زوج كلبش بلجي المان يسمعوا مليح واعرين ويعضوا. شوفين راهي امانه في يدكم تهلاو فيها. كل مهني اكيد بنتي. الله يسلمك. مبروك عليك. بارك فيك. سليم روح مني. صح بقى على خير. سلامة. يا راح نوصل الشيخ. هاي الطلاق. مبروك عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام.